انا هاد العقوبه شنقول لك الاعدام، نعطيهم اعدام لان براءه هكاك يغتصبوها هكاك حرام، ما عندهمش خوتهم ما عندهمش بناتهم ما عندهمش حشومه، شنو واش من هذه دوله قانون هذه اللي يعطيهم عامين عامين عامين؟ لا انا جو سوي كونتر. الدريه دمرات نفسيا. الدريه دمرات نفسيا. دابا الدريه راه مشكل الدريه دابا خاصها مسكينه، خاصها اطباء ماشي طبيب واحد. وشكون اللي غيديها في هذيك البنت؟ شكون اللي يعقل عليها؟ شكون اللي يعرفها؟ شكون هما غيضربوا عامين غيديروا نفس المشكل ملي غيخرجوا غيديروا مكسر، لان ما تعاقبوش. هذا ماشي عقاب، هذا انا كنظن لو كان عطاوهم حكم اللي هو قاسي بزاف غادي يكونوا عبره ليهم ولوحدين اخرين. انا مع هاد البنت، انا مع هاد البنت وضد هاد الحكم، وكنطالبوا يعطيوهم حقوق اكثر من هذا ويراجعوا نفسهم لانهم كيديروا داكشي اللي كيقول لهم راسهم. اش غادي نقول لك اخويا في هاد القضيه ديال البنت المغتصبه، بنت 11 ربيع باقا فايعان الشباب ديالها وكيغتصبوا هاد الجونات الظالمين، وكتنوض القضاء اللي كنترجاو ينصف هاد الطفله او هاد البنت، لاننا الا اننا كنتفاجئوا كياخذوا سنتين. واش كتصور ان فتاه مشى لها الشرف ديالها وكتاخذ سنه كياخذ الجاني سنتين؟ اذا حياتها ضاعت، حياتها ما بقاتش ساويه لا شيء. واحد النهار غادي يبغي يتقدم لها شخص بغى يتزوج بها مثلا، غادي يلقاها مثلا بدون شرف، اش غادي يقول؟ ما غاديش يتيق، ما غاديش يقول راه هذه وقع لها. اذا الجنات ما يستحقوش سنتين، خاصهم يستحقوا 40 50 سنه. علاش؟ باش ما تبقاش هاد الدائره ديال الاغتصاب، لان دائره الاغتصاب كثرات عندنا في المغرب، اغتصاب الاطفال، اغتصاب الطفلات، هذا عيب وعار على دوله كدوله مغربيه ذات حقوق إنسانية كما كيقولوا. عندنا حقوق الإنسان، عندنا هذه، وكنجيو كنشوفوا جرائم كتوقع بحال هذا الشكل، وفي الأخير كنلقاو الردع قليل. باش نوض الردعو نعطيه 10 سنين 15 سنة، ما غاديش يبقى توقع هذه الواقعات، كنوضو نعطيهم عامين. إذا دايرة الفلوس، نجيو من الأخر. معقول اللي غنقول لكم أنايا؟ هذيك الدرية عندها 12 عام، خصهم يعطوهم 11، خصهم يعطوهم هما 12 عام ديال الحبس بحال هذا. على هذا النوع اللي كيتعدى على الاطفال الصغار، خصهم الحبس كثر، 20 عام 30 عام، باش يلاه يوليو ما عمرو باقيين يديروا هذا الشيء. اما الانسان كتعطي عام 3 سنين ويخرج يدير كثر منا، حرام الله ما تيبغيش بحال هكا. الواقع القانون ديال الله وديال المخزن يعطيهم 20 عام 30 عام اللي كيتخصب الدراري الصغار اللي كيتعدى على الطفوله الصغار، فهمتي؟ اللي كيتعدى على الدراري الصغار بنات ولا ولاد خاصو 20 عام 30 عام. اما الحكم ديال عامين 3 سنين هذا راه حرام ما يبغيش الله، وهذا هو المعقول. هادشي اللي غنقول لكم انا، بحال هادو سرهم الحبس ديال بصح. بالنسبه لهاد الدريه باقا قصيره ما قداش عامين ديال الحبس، شنو هي عامين؟ راه كلهم غيبداو يغتصبوا في الدروب، غيبداو يغتصبوا الدريات يحملهم عامين. كاين اللي عنده عامين راه بحال اللي داير شهرين، راه الا كانوا عامين نسمعوا الدراري اخرين الطاهره ديال عامين واغتصبوا وحملها، راه كاع غيوليو يشدوا الدريات يغتصبوهم. هذا الدراري ديال دابا راه كاع ما كيخمو، كلشي مقرقب كلشي محشش، كاع ما كيخمو كاع. العقوبه ديالهم بالنسبه لهادو خصهم يديروا عبره لوحدين اخرين، باش ما يبقاش يشدوا بنات الناس. ماشي واحد يشد بنته يكبرها ويقريها ويشدها واحد يغتصبها ويحملها وداك الشيء وعاطينو عامين. خصهم هادو راه قل واحد بعدا عطاو 10 لواحد، هذا 8-10 باش يديروا عبره لواحد اخر. هادي بحال كيشجعوا على الفساد وعلى الاغتصاب للناس الاخرين.